بسبب حظر التجول اللي تم فرضه من قبل معظم دول العالم كإجراء وقائي، لجأت شخصيات فنية عدة في الآونة الأخيرة إلى تمضية وقت بالطبخ ومشاركة جمهورهم بالوصفات الشهية. الممثلة نسرين طافش من بين هؤلاء المشاهير اللي سارعوا إلى الكشف عن مهارات بالطبخ. ونشرت نسرين على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام مؤخراً مقطع فيديو لطريقة تحضير النودلز، إذ ظهرت بالفيديو وهي عم تتميل على أنغام إحدى الأغنيات أثناء تحضيرها لهالوجبة الخفيفة، وكتبت قائلة: النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة، لذيذة بتشبع وسعرات حرارية منخفضة، اللي ما بحب الكوسة يستبدلها بخيار، استمتعوا بالحجر المنزلي واعملوا شي مفيد، النكد بيخفض المناعة. من الواضح أنه نسرين طافش عم تحاول تسلية نفسها أثناء التزامها الحجر المنزلي، إذ سبق وشاهدنا فيديو إلى وصفته بحرب العروش، أي حال بعض المنازل بهالأوضاع ظهرت فيه هي وعم تتدرب لصراع العروش. من ناحية أخرى، سبق وشاركت الممثلة نسرين طافش ببطولة مسلسل ختم النمر، تأليف وإخراج أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، رجدي الشامي، تميم عبدو، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وفاء سالم، حنان سليمان، هدى الأتربي، حسنة سليم، كريم العمري، عادل البهدلي، بسام شرف، خالد عمارة، وليد الشناوي، محمد أحمد فؤاد، عبدالله علي عبدالله، محمد نبيل درغام، وساندي علي. مين فينا اختار بين جنة حب؟